بشكل عام بصفتي أنا منتمي مع الإصلاح، وأنا من دفعت بهم إلى الإصلاح. فحينما حصل منهم ما استنكرته منهم، وحضرت معهم للخيام، وكنت أبرر رأي الإسلام بقناعة مطلقة. اشتكوا بي لا عنده ولدي، وحصل بيني أنا وولدي شبه فرقة ولكن لم تكن قطيعة. فبعد أيام التقيت أنا وياه في المنزل هذا، وجلست مع ولدي وتناقشت أنا وياه، واقتنع اقتناع كامل أن الوضع الذي هم فيه على خطأ. بعدما غادرت البيت أنا تم استدراجه، ولم أعلم إلى أي اتجاه. فبعد أن بلغوني أن ولدي قد استشهد، ظننت أنه كأمثاله، فلم أعين الموضوع أكثر اهتمام. اتصلت وبلغت عيال عمة في صنعاء وقلت ائتوني بولدي أدفنه عندي، وبدون تفاصيل. فحينما اتصلت بالتلفون جاوبني واحد يدعى مجاهد سعيد مهدي. قلت له هل من كان جوار ولدي في ساعة استشهاده؟ قال لي في من يوجد اسمه حسن الهنومي. قلت له اتني به. قال انه نائم. قلت وان كان. فاتاني به، فبدات اساله واطرح له اسئله اب محروق على ولده. فحينما ارتبك في الاسئله وحدد اماكن غير مقصوده ولا هي مستهدفه، وحدد اماكن مستهدفه ومقصوده، وحدد مكان ولدي في عده مواقع في نفس اللحظه، مما حرك مشاعر الاب على ولده. فاندفعت مسرعا إلى صنعاء وطلبت من المحافظ منحي الترخيص كون الطريق مقطوعة. واندفعت أنا بمجموعة كبيرة حتى وصلت مكان الحادث. فحينما وصلت أنا واستشهدت الموضوع بنفسي، لم أتوقع ولم يتخيل أي إنسان أن مثل هذا الأمر تحصل. أنا بلغوني أن ابني قتل بصاروخ، قتل بقذيفة، قتل بكذا، قتل بكذا، وكنت أحتمل الصدق لكل ما ورد إلي. لكن حينما اختلف الموضوع وصلت أنا أولا إلى المستشفى، مستشفى العلوم والتكنولوجيا، فقلت أسألكم بالله ضعوا أنفسكم في مكاني، وأن هذا مش ابنكم هو ابني، واعتبروا أنك أب، ضعني في الصدق. أين قتل؟ قال في الشارع وبطلقة واحدة. قلت استغفر الله، كروني ابني، رأيت ابني مقطع إرب. قلت يا حول ولا قوة إلا بالله، طلقة واحدة. قال التصاريح عندنا هكذا، إعلان دفن مكتوب فيه طلقة واحدة تستلموا مننا هكذا، ومجهول تستلم الجثة مجهولة، لم يعطي لك أي وثيقة. طيب هذا ابني كان له رغبة معكم واندفاع، وعد باقي من عيالي الكثير. طيب راعوا مشاعري كأب، لم يعطيني هذا. فاضطريت أسأل على المكان الذي استشهد فيه، فوجدت هناك مجموعة عماير لبنك سباء، فيها مجموعة اسمه حي النهضة، أربع عماير محيطة على عمارة واحدة، أربع عماير محيطة وعمارة في الداخل. الدور الأرضي فيه موجود، في الدور الأرضي مكان استشهاد 51 بريء، يعني لم تكن قذيفة وصلت إليهم، ولم يكن تفجير مخزن كما توقعنا أو كما ذاعت التلفزيون أن هناك تفجير مخازن في حي النهضة، إنما كانت هناك عبوة ناسفة تم فيها ربط 51 إنسان، أو استدراجهم أو خديعتهم، الله أعلم كيف تمت يعني. المهم أن أحد القيادات ابنه كان بجوار ابني، لأن أنا اشترطت على ابني، قلت يا ابني لا تكون إلا في مكان يكون فيه قيادة الإصلاح، بحيث أننا أضمن أن ابني ما يستدرج لا مكان هلكة. أحد القيادات كان جنب ابني، استدرج ولده وخلوا ولدي، والله لا أعلم كيف تمت. كان قلبي يحس أن ولدي مقتول، لم يأتي في مواجهة ولا في معركة ولم يدخل أي مكان، بناء على ما اتفقت مع ابني يظل له هذا الموقف. فحينما وجدت الانفجار من الداخل، دفع بالجدارات المحيطة بالمبنى إلى الخارج، ولم ترى أي قذيفة دخلت أو سقطت أو وصلت إليهم أبدا على الإطلاق، كما يدعي أي إنسان، ولا حتى مخازن تفجرت. هم يقولون أنه صاروخ أتى من، لم يأتي صاروخ. أنا طفت البيت وولدي طاف البيت، حتى أن ولدي الثاني قال يا أبتي والله لقد سألت اللي كانوا بجواره، وأنه تم كلمة السر بينهم أن العمارة ستتفجر، وانبعدوا على العمارة حتى عن حولها، ابتعدوا عنها تماما، ولم يبقى إلا من أرادوا إهلاكه. طيب كيف لما خرجتوا ابنك من،
خرجت ابني بعلوم من العلوم والتكنولوجيا بواسطة عدة أشخاص وعدة وساطة وعدة ناس. وحتى أمس الليل كانوا هنا عندي أكثر، إحنا ابنك مننا ونحن نحترمه ونحن نعب. قلت إذا ابني منكم تراودوا لي ابني، أدفنوا أنا تستقر عيني. فحينما وصل ابني مقطع إربا حمدت الله وشكرته، وعرفت إن الزيادة في البلاء زيادة في الأجر مهما كان، وإن الظالم إنما يستعجل النصر لغيره، لا يمكن للظالم أن يحصل على النصر أبدا. أنا أوجه بكلمتي الأخيرة إلى كل أب وإلى كل أم وإلى كل يمني مخلص غيور يعلم إن الله سبحانه وتعالى وأن النبي اللهم صل وسلم عليه لم يعطينا منازعة الحاكم أو الفوضى أو يعطينا أبسط ذريعة. الله خلقنا وأعلم بنفوسنا وأعلم بنفس الحاكم، فقال لا تنازعوا الأمر أهله، لا تنازع الحاكم فيما لا يريد، احسن الأدب في الكلام، احسن الأدب في الطلب. وهذا رأيي من أول ما بدأت الاعتصامات، وأنا دفعت ثمن رأيي ولا زلت عند رأيي، فلن يحيقني الرأي أو يعيدني الرأي لما يريد أي إنسان على الإطلاق أبدا، لا يمكن أبدا مهما كان. وابني قليل وأنا قليل وغير قليل في حالة تحقيق المبادئ.